مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي العظيم في كل مكان. سعيد أن أكون مع حضراتكم في يوم جديد وحلقة جديدة من المحترف. الدوريات الأوروبية في الأمطار الأخيرة، أكيد هنتكلم على كل الدوريات الأوروبية وخاصة طبعا الدوري الإنجليزي، الدوري الألماني، الأسباني، وكمان هنتكلم على المباراة النهائية في دوري الأبطال تشامبيونز ليج اللي هيجمع طبعا ما بين الإنتر و طبعا المان سيتي. حلقتنا النهارده هنتكلم فيها في كلام مهم جدا عن الدوريات. زي ما قلت لحضراتكم هنعدي بشكل سريع على الدوريات الكبرى عشان نحط حضراتكم في الصوره ونعرف ايه اللي بيحصل. هنتكلم بشكل خاص زي ما قلت لحضراتكم على الدوري الانجليزي، هنتكلم على الدوري الاسباني، وطبعا هنتكلم بشكل يعني برضو في شويه شكل تكتيكي وكيف وصل المان سيتي لهذه القدرة الكبيرة جدا، ويعد دلوقتي من أفضل الأندية على مستوى العالم. والسباق المحتدم اللي كان بينه وما بين الأرسنال هنتكلم عليه بالتفصيل. معنا النهاردة طبعا نجمنا محمد الباز محلل الكرة العالمية هيكون ضيفنا النهاردة. كمان هنتكلم على الدوري الألماني. الدوري الألماني يمكن أنا في أيام كنت بلعب في الدوري الألماني يمكن كمان اختلف كتير جدا الدوري الألماني عن ما كنت بلعب فيه. الحقيقة بدأ بشكل كبير ان حتى الدوري الالماني خلاص ما بقاش فيه القوه والسرعه بس، لا في تكتيك، في مدربين كبار جدا جدا بيظهروا على الساحه في الدوري الالماني وبيوصلوا يعني للبريمير ليج. عندنا توخيل وعندنا يوجن كلوب وعندنا نماذج كثيره جدا جدا. ماركو روزا المدير الفني دورتموند اللي بيعتلي الصدارة دلوقتي بعد طبعا فوز دورتموند وهزيمة بايرن ميونخ أمام لايبسك 3-1. ماركو رويس ده كان مرشح من المرشحين الأقوياء لتولي المسؤولية في النادي الأهلي في الفترات السابقة، ولكن عايز أقول إن احنا كمان عندنا مارسيل كولر. الحقيقة مارسيل كولر بيقدم أداء أكتر من رائع مع النادي الأهلي، واللي عاجبني فيه إنه تعلم شوية من الأخطاء سريعا. يعني هو كان بيلعب كرة مفتوحة شوية، بيلعب كرة هجومية بشكل كبير جدا، لكن سريعا ما الراجل تفهم الأمور إن الأمور ما بتمشيش بالشكل ده، وبدأ يحط إيديه على الشكل الأمثل لفريق النادي الأهلي على المستوى التكتيكي. يعني على المستوى التكتيكي، ولما بتكلم تكتيكيا يبقى بتكلم على الحالة الهجومية والحالة الدفاعية. النادي الأهلي يمكن في آخر 11 ماتش ما دخلش مرمى غير هدف واحد أعتقد، فده كان مهم جدا مع غزارة الأهداف. فدي المعادلة الصعبة اللي بيشتغل عليها أي مدير فني، إنك بتحافظ على شباكك وكمان بتسجل، وكمان الأداء بقى ليه شكل، وجماهير النادي الأهلي لها قبول ويعني استحسان كبير جدا على مستوى أداء النادي الأهلي في الفترة اللي فاتت بقيادة مارسيل كولر. عندنا حاجات كتيرة جدا الحقيقة النهاردة، لكن خلينا قبل ما نخش كمان على الصحف العالمية بتتكلم في ايه، عندنا بعض الأخبار السريعة كده مع حضراتكم. هبدأها بخبر رسميا تحديد موعد مباراة منتخب مصر وغينيا في تصفيات أفريقيا. اتحدد بشكل رسمي موعد مباراة منتخب مصر أمام نظيره الغيني في التصفيات القارية المؤهلة لكأس العالم لكأس الأمم الأفريقية 2024 اللي هتقام ان شاء الله في ساحل العاج. تلقى اتحاد الكرة المصري النهاردة خطاب رسمي يفيد بتحديد يوم 14 يونيو الجاري موعد لمباراة التي تأتي طبعا في ضمن منافسات الجولة الخامسة في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا. الخطاب حدد خطاب الاتحاد الأفريقي موعد المباراة اللي هتقام ان شاء الله في الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، وطبعا هتقام على ملعب او استاد مراكش في المغرب. طبعا منتخب مصر افكركم ان منتخب مصر عنده 9 نقاط من 4 مباريات، فاز على غينيا وملاوي مرتين وخسر امام اثيوبيا في نفس، ولكن كمان غينيا عندها نفس الرصيد من النقاط. الجدير بالذكر طبعا ان الجهاز الفني لمنتخب مصر بقياده روي فيتوريا حدد يوم 10/6 10 يونيو ان شاء الله اللي جاي هو موعد لانطلاق معسكر منتخب مصر. طيب خبر تاني يخص ميسي. يعني ميسي رايح فين؟ حضراتكم كنتم متابعين الفترات اللي فاتت والعروض، وخاصة العرض الهلال السعودي، عرض يعني عرض كبير جدا 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 لميسي، ولكن بيقول في خبر بيقول صفقة ميسي في مرحلة الحسم لبرشلونة.
دخلت طبعا صفقة عودة الأرجنتيني ليون ميسي لبرشلونة من باريس سان جيرمان مرحلة الحسم خلال الأسبوع الحالي. صحيفة موندو ديبورتيفو الأسبانية مسؤولية قالوا أن مسؤولي برشلونة أصبحوا لا يخشون التحدث بجراءة عن صفقة عودة برشلونة عودة ميسي إلى برشلونة. وزي ما حضراتكم كان في تحفظ شوية في الأسابيع اللي فاتت أو الشهور الأخيرة من برشلونة والتحدث عن صفقة ميسي، لكن في احتفالات طبعا برشلونة أو احتفالات فريق برشلونة بلقب الليجا الأسباني يعني تقريبا من يومين. طبعا هذا المسؤول قال أنه أريد أن يعود ميسي وهذه القصة يجب أن تنتهي. كمان رئيس البارسا خوان لابورتا قال من أسبوع بأن برشلونة قادر على منافسة العرض السعودي، يعني عندي تحفظ شوية على الجملة ديت، وقال أن أي عرض أو برشلونة قادر على يعني الاتفاق مع ميسي وعودة ميسي مرة أخرى إلى برشلونة، في حين كل الكلام دوت ولكن يبقى ميسي صامتا. نفس الصحيفة أوضحت أن الثقة العالية في برشلونة بشأن عودة ميسي رغم عدم وجود عرض ملموس، لأن البارسا زي ما قلت لحضراتكم بيتلقى إشارات كده إيجابية من محيط طبعا ميسي بشأن أنباء اللعب في كامب نو والعودة خلال الموسم القادم إلى برشلونة. ميسي لأين؟ أنا بقول في يعني في اعتقادي الشخصي لو برشلونة فعلا جدي وقادر على التفاوض مع ميسي هي هتكون الوجهة الأمثل لميسي، رغم العرض الكبير جدا جدا، عرض خرافي اتعرض حوالي 400 مليون يورو في السنة، وناس بتتكلم في 400، ناس بتتكلم في 500، وحضراتكم عارفين يمكن نادي النصر السعودي تعاقد مع كريستيانو رونالدو ب 200 مليون يورو في السنة، وبالتالي عرض كبير جدا. ولكن اعتقادي الشخصي ان ميسي يريد العودة مرة أخرى إلى برشلونة، كل ده هيبان خلال الأسابيع اللي جاية. طيب من برشلونة نروح لريال مدريد. الحقيقه في ازمه كبيره جدا 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 وفضيحه كبيره جدا في الليجا الاسبانيه. الحقيقه فينيسيوس طبعا ريال مدريد بيصعد ازمه فينيسيوس للقضاء. يمكن نادي ريال مدريد اصدر بيان النهارده الاثنين بشان وقعه تعرض فينيسيوس طبعا لاعب ريال مدريد لهتافات عنصريه من قبل جماهير فالنسيا. كان في المباراة بتشتغل وطبعا المباراة خسرها ريال مدريد أمام فالنسيا بهدف مقابل لا شيء. كان مشجعو فالنسيا وصفوا فينيسيوس بالقرد، يعني طبعا وصف يعني عنصري بشكل كبير جدا جدا. ويمكن ريال مدريد قال في بيانه أنه بيدين النادي بأشد العبارات ويرفض بشدة أحداث الاعتداء العنصري اللي وقعت بالأمس ضد طبعا لاعبنا فينيسيوس، حيث تشكل هذه الأحداث هجوما مباشرا على نموذج التعايش في دولتنا الديمقراطية والاجتماعية التي يحكمها القانون. تابع البيان وقال يعني يعتبر ريال مدريد أن هذه الهجمات تشكل أيضا جريمة كراهية، ولذلك قدم النادي البلاغ المناسب إلى مكتب المدعي العام وتحديدا إلى مكتب المدعي العام لمكافحة جرائم الكراهية والتميز للتحقيق في الأحداث وتوجيه طبعا المسؤوليات. كمان على نفس المشكلة كمان الفيفا كان بيساند بقوة فينيسيوس وكمان العديد من نجوم الكرة العالميين ولاعبين منهم لاعبي برشلونة نفسهم، رابطة الأندية كمان الإنجليزية، كل دوت طبعا كان مع فينيسيوس. وبعض الناس بتقول ان فينيسيوس راجل يعني او لعيب مستفز، يعني دايما في الملعب بيكون لعيب مستفز، ويمكن هو فينيسيوس كمان يمكن اللي خلى جماهير فالنسيا يعني تقول له او بتصفه بالقرد، ان هو قال لهم خلاص فالنسيا في السكند ليج، يعني اشاره طبعا مستفزه، ولكن كل ده يعني لا يبرر ما قام به طبعا يعني مشجعي فريق فالنسيا. وزي ما بقول لحضراتكم كمان أنشيلوتي كان ليه يعني تصريح قوي جدا بيدين الليجا الأسبانية أنها الليجا الأسبانية مش عارفة تاخد قرار مناسب في عملية طبعا هذه الهجمات العنصرية وخاصة على لاعب ريال مدريد طبعا فينيسيوس.
خلينا نروح لفاصل، ولكن هنتابع بعد الفاصل يعني فقرات برنامجنا النهارده في المحترف. فاصل سريع ونرجع مع حضراتكم. اهلا بحضراتكم مره ثانيه في المحترف. يمكن قبل الفاصل كنا بنتكلم على المشكله الكبيره اللي فينيسيوس لاعب ريال مدريد والهجوم العنصري من جماهير فالنسيا، الحقيقه اللي كان ليها ردود افعال كثيره جدا على مستوى الصحف العالميه، اللي هنشوف حضراتكم اهم العناوين اللي موجوده النهارده في المحترف في الصحف العالميه. يلا نبدأ جولتنا سريعا في الصحف العالمية بديلي ستار الإنجليزية اللي كتبت صيحة ثلاثية للسيتي، وهذا هو اللقب الثالث على التوالي، والمان سيتي يبحث عن ثلاث ألقاب هذا الموسم. أما صحيفة الجارديان فكتبت ليلة التتويج، السيتي يرفع لقب الدوري ويستهدف التتويج بالثلاثية. أما صحيفة إيس الأسبانية ركزت على العنصرية اللي تعرض لها جونيور لاعب فينيسيوس لاعب ريال مدريد خلال مباراة فالنسيا بالدوري والتي خسرها ريال مدريد 1-0، وكتبت المستية يهاجم جونيور والبرازيلي يجبر أحد المشجعين للخروج من الملعب بسبب لافتة عنصرية ثم يتلقى البطاقة الحمراء. كمان الجريدة ركزت على تصريحات كارلوس أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد واللي أكد من خلالها أن هناك مشكلة. أما صحيفة ماركا الأسبانية ركزت على فينيسيوس وكتبت جونيور يعاني من العنصرية، وركزت كذلك على إشارات جونيور بهبوط فريق فالنسيا، وركزت على تصريحات أنشيلوتي اللي أكد من خلالها أن الليجا لديها مشكلة مع العنصرية. أما صحيفة موندو ديبورتيفو تحدثت عن إمكانية عودة ميسي إلى برشلونة وكتبت هل يقترب ليو من العودة إلى برشلونة؟ دي كانت يعني أكتر الصحف العالمية وعناوينها الرئيسية. نطلع لفاصل سريع، بعد الفاصل نستقبل نجمنا النهاردة محمد الباز عشان نتكلم زي ما قلت لحضراتكم عن الدوريات الخمس الكبرى، وخاصة الدوري الإنجليزي، الدوري الألماني، الدوري الأسباني، وكمان هنتكلم عن نهائي دوري الأبطال تشامبيونز ليج ما بين الإنتر والسيتي. كل ده بعد الفاصل. فرحب بحضراتكم مرة تانية ونرحب بضيفنا النهاردة في المحترف نجم التحليل العالمي محمد الباز اللي هيشرفنا النهاردة في المحترف. يا باز مساء الفل عليك. مساء الفل يا كابتن هاني، وحشنا حضرتك أكتر. أخبارك حضرتك إيه؟ والسادة المشاهدين أهلا بيك. كله تمام الحمد لله. عندنا كلام كتير قوي النهاردة، خلاص الدوريات في الأمطار الأخيرة، في دوريات خلصت، لكن كالعادة هنا في قناة النادي الأهلي يمكن على مدار أكتر من دلوقتي 4-5 شهور وفي المحترف بنقدم لحضراتكم نماذج من اللاعبين المصريين اللي بيلعبوا في أوروبا. الحقيقة ملف مازال مهم، ودايما بقول إن مهم جدا إن احنا نتواصل مع ولادنا الموجودين اللي بيلعبوا في الدوريات الأوروبية، حتى لو كان بيلعبوا في نادي درجة تانية أو حتى على مستوى الشباب. ده مهم جدا لأن الإدوكيشن بتاعهم وتعليمهم كان موجود في أوروبا، واكيد عارفين كلنا ان البيزك الاساسي هو اللي بيخلق نجم كبير ولاعب كبير، والبيزك اعتقد اكيد هيكون في اوروبا احسن من المتواجد في مصر، وبالتالي مهم جدا. ويمكن في خبر اسعدني ان حتى على مستوى المنتخب الاول في السوشيال ميديا كان بيقولوا ان هم بيسعوا او على اتصال بلاعب مصري بيلعب في الدوريات الاوروبيه مش متواجد. نفتكر كده عمر مرموش و مع كيروش لما استدعى عمر مرموش وبقى واحد من النجوم الأساسيين في منتخبنا، ويمكن اتنقل دلوقتي ليه فريق فرانكفورت في ألمانيا. كل التوفيق لعمر، لكن خلينا المحترف النهاردة بيقدم لكم لاعب جديد عبد الرحمن سليمان لاعب مصري في ألمانيا. نموذج جديد باز، بنقدم نماذج دايما للعيبة ديت، ويعني فريق الإعداد الحقيقة بيتعب جدا وبيوصل لهؤلاء اللاعبين اللي بنعرضهم على اتحاد الكورة، لأن زي ما بقول لك احنا ما بنعملش حاجة جديدة، احنا يمكن بنقلد بعض أو بنحاول نمشي على خطى بعض الفرق على مستوى، بتتكلم على مستوى المنتخب المغربي، على مستوى السنغال، على مستوى الجزائر.
اللي يمكن من بدري قوي تابعوا وتواصلوا مع لاعبتهم اللي بيلعبوا في الدوريات الأوروبية، وبنشوف دلوقتي يعني شكل مختلف تماما لكل المنتخبات اللي بتكلم عليها. انت عشت كتير في ألمانيا وأكيد عندك معلومة أو عندك بعض الأخبار أو عندك بعض الكواليس عن اللعيبة المصرية الموجودة خاصة في ألمانيا. طبعا يعني في لعيبة كتير جدا في ألمانيا، في أندية كبيرة جدا. شفنا محمد طلبة في بوخم، حضرتك قدمته قبل صحيح. كده، وشفنا سيف أشرف وأخوه في أندية كبيرة جدا في ألمانيا كابتن هاني، نشأوا وترعرعوا، يعني زي ما حضرتك قلت الإديوكيشن مهم جدا، الاحتكاك بالطريقة الأوروبية سواء من الناحية البدنية، الناحية الفنية، الناحية الذهنية، إزاي بيعدوا اللاعب من 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 أعمار أو يعني سن صغير جدا بيهيئوه بشكل كبير جدا ليكون جاهز لاي وقت. يعني احنا شفنا يعني اعتقد سيف اشرف واخوه تم استدعائهم للمنتخب الالماني تحت 17 وكان كابتن الفريق. شفنا اسماء لعيبه كبيره جدا. عفوا دي كمان يعني في زي مونشن جلادباخ، في ناس بتلعب في زي ما انت بتقول في بوخم، في حارس مرمى بيلعب في بايرن ميونخ تحت 17 سنه، يعني انديه لا يستهان بيها، انديه كويسه. طبعا. يعني وجود لعيبه مزدوج الجنسيه معانا احنا يعني زي بالبلدي، احنا الاولى، احنا محتاجينهم فعلا، لان الميكس ما بينهم وما بين اللعيبه المحليه بيدي طبعا دافع كبير جدا للمنافسه قويه جدا. شفنا ده على صعيد الفرق الافريقيه، شفنا في بطولات افريقيا الماضيه اللعيبه كلها محترفه بره، محترفه طبعا في درجه اولى ودرجه ثانيه ودرجه رابعه. ده بياخد خبرات كبيره جدا، الاحتكاك يا كابتن هاني خارج او في الدوريات الاوروبيه الكبرى بيدي دافع كبير للاعب، بيدي طبعا بشكل اخر تكوين هيئه للاعب، فهم البوزيشن بتاعه على اعلى مستوى وتكوينات والمتطلبات البوزيشن دوت، بل بالعكس بيتعكس على اللعيبه اللي معاه، بيفيد وبيستفيد ايضا على ارض الملعب. بنشوف قد ايه ان هو بياخد اللعيب معاه زميله، قد ايه ان هم بيخلق ما بينهم الحماس، افكار كرويه تكتيكيه جديده حديثه دايما بيجيبوها معاهم هنا، وده اللي احنا عايزين يعني فعلا نركز عليه الفتره الجايه. عايزين دوت الفتره اللي جايه، لان كمان لازم بكل امانه لازم منتخب مصر يكون عنده عدد اكبر بكتير من اللعيبه المحترفه اللي بيلعبوا في اوروبا، اكتر من اللعيبه الموجوده دلوقتي، ومش لازم في اوروبا، في دوريات كتيره، يعني في تالق حجازي ومثلا وموجود طارق حامد في السعوديه، لكن على مستوى الدوريات الاوروبيه الحقيقه بيكون إضافة كبيرة جدا جدا لمنتخب مصر. طب بعض الناس تقول لك يعني هو دور مين؟ هو دور الاتحاد المصري لكرة القدم، مفيش شك، يعني كل اللي احنا بنقدمه ده بنقدمه للاتحاد المصري لكرة. طب هيعملوه ازاي؟ مش هيعملوه بالتليفون، يعني كل الناس اللي اشتغلت إذا كان في المغرب أو الجزائر أو السنغال، الاتحاد بيبقى عنده سكاوتنج تيم، عنده فريق بحث خاص بهذه النوعية من اللعيبة. وفريق البحث دوت لما بيكون في لعيب موجود، لو احنا عندنا هذا التيم موجود، في لعيب احنا عرضناه هنا في المحترف اسمه محمد طلبة، اللعيب ده احنا عرضناه وكان لسه بيلعب تحت او في قطاع الناشئين. الحقيقه بعديها بشويه مر 4 5 شهور والولد ده تواجد في قائمه بوخم في البوندسليغا في الفريق الاول. بعديها بشهر مضى عقد احتراف وبقى لاعب اساسي في فريق بوخم الالماني. التيم دوت بيشتغل ازاي؟ انه عنده بيكشف اللعيبه دي كلها على مستوى الدوريات كلها ويبدا يتواصل معاهم، مش يتواصل بس بالتليفون، لا، في ناس بتسافر وبتقابل اللعيب. ده مهم جدا 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 انك تسافر تقابل اللعيب، تقابل اهله، لان كمان اسرته بيبقى ليها عامل كبير جدا في الديزيشن او في القرار اللي هياخده اللعيب، ويبدا يتابعه بشكل كبير وبيديله اولويه انك انت ممكن تكون متواجد الفتره اللي جايه واحنا مهتمين واحنا باصين عليك. الموضوع ان انا مش هرفع سماعه التليفون واكلم اللاعب والله احنا انا واحد من الاتحاد المصري وانت لعيب كويس وان شاء الله تكون موجود معانا، او تجيبه معسكر تلعبه تقسيمه صغيره وبعدين لا شكرا معلش انت مش موجود معانا. العشوائيه في هذا الملف للاسف مش هيجيب نتيجه. وبالتالي رسالة هنا من المحترف للاتحاد المصري لكرة القدم، ابنوا سكاوتنج تيم على مستوى البحث لنجومنا المصريين المتواجدين في أوروبا، هتطلعوا بكنوز وهيبقى عدد المحترفين. أنا ما بصش بقول لبكرة أو أقول للسنة الجاية، أنا بتكلم خلال 3 4 سنين 5 سنين إنك هتلاقي طفرة كبيرة جدا، نفس الطفرة اللي شهدناها وكلنا في المنتخب المغربي في كأس العالم اللي فات. إحنا قادرين على ده، قادرين، عندنا اولاد كتيره جدا عندهم امكانيات بجانب
الدوري المصري يتحسن بجانب المحترفين الموجودين دلوقتي، عندك قاعدة كبيرة جدا من اللاعبين تقدر تستفيد منها، فده مهم جدا علشان يوصلنا لعدد محترفين كتير. ومن هنا معانا طبعا فريق الإعداد محضر انفوجراف على أكتر الدول تصديرا للاعبين المحترفين، نشوفه مع حضراتكم. أرقام كبيرة أوي يا باز، وخلي بالك الأرقام دي مقارنة ب 2017 في نمو قد إيه، إن الناس ديت ما بتجيبش وبتنام وخلاص على كده، لا الناس دي شغالة بصفة مستمرة يا باز. هاخد من الأرقام اللي فاتت بلد ممكن جدا الناس تستغرب، كولومبيا. كولومبيا عندهم 448 لاعب محترف خارج كولومبيا، رقم كبير جدا. تتكلم على بلد برضو على مستوى الكرة طبعا منتخب قوي، ولكن على مستوى الإمكانيات لو قارناها بالإمكانيات في مصر الحاجة قريبة جدا، ولكن يبقى التحرك ويبقى الفكر ويبقى الاستراتيجية اللي ازاي نجيب او نزود عدد محترفين منتخبنا القومي. بالضبط، هو التخطيط، التخطيط السليم هو ده اللي بينجح اي استراتيجية كابتن هاني. الفرق ديت بتلعب او بتخطط على المدى صحيح. البعيد مش المدى القريب خالص. لما تزود عدد المحترفين ويحتكوا بالدوريات القوية زي ما بنقول، لا هيتعكس بشكل ايجابي جدا على المنتخب الاول. اكيد احنا عندنا عايزين نزود عدد المحترفين، بل احنا ما بنقولش كمان ابدا سوا او خرج لاعبين من الدوري المحلي، لا انت اوريدي زي ما حضرتك لو انت مش عندك. ما هي الفكره، لو انت مش قادر تطلع اللعيبه اللي عندك بره، وفي بعض يعني بعض المشاكل على مستوى الانديه ورؤساء الانديه، عندك حل تاني، عندك شريان تاني تقدر تجيب منه لعيب على الاقل البيزك بتاعه متاسس بشكل كويس. بالظبط ده اللي بنقوله، يعني انت ابحث زي ما حضرتك قلت، ابحث دور هتلاقي فيه اسماء كتيره جدا، حضرتك بتعرض اسماء موجوده فعلا. التواصل معاهم مش بالتليفون، التواصل معاهم فعلا محتاج لا ده محتاج ان احنا نروح لهم، محتاج ان احنا نتابعهم هناك، محتاج يبقى فريق السكاوتنج المفروض يكون موجود بيتابع وفي كونتاكت دائم مع الناس ديت وشايفها، والاحتكاك والكونتاكت مع اسرهم ده اهم شيء. صح. يعني دايما مع الناس كلها الخبراء في السكاوتنج في الاعمار السنيه الصغيره اول حاجه بتساله هو له البيت. مع البيت. انا تواصلت يعني مع ميلر وشفاينشتايجر مع بايرن ميونخ، السكاوت الراجل الخبير اللي تم اكتشافهم قال اول خطوه عملتها ان انا تواصلت مع الوالده، يعني كانت اول حاجه مع الاسره مع البيت، علشان هو ده المفتاح الاول ل طبعا استقطاب لاعب زي دوت، وبعد كده متابعته، وبعد كده امضاء عقد احترافي معاه. يعني ده مهم جدا يا كابتن. نتمنى ان شاء الله الفتره الجايه يكون في شغل افضل على هذا الملف. تعال نروح للدوري الانجليزي. الدوري الانجليزي طبعا وتتويج المان سيتي للمره الثالثه على التوالي، شايف التتويج ده مستحق؟ بعض الناس بتقول او في تعاطف كبير جدا مع فريق الارسنال اللي يعني كان على قمة الدوري الإنجليزي اللي شهور طويلة جدا جدا، وأرتيتا اللي عامل كمان شكل أكتر من رائع، ولكن سياسة النفس الطويل ما كانتش موجودة في فريق الأرسنال. وهي دي احنا نقف هنا عند سياسة النفس الطويل، ازاي ان انت تكون فريق تخلق فيه كل المقومات للمنافسة على المدى الطويل، النفس الطويل. يعني بالمناسبة ان أرسنال هو اكتر فريق لو نتكلم بقى رقميا 248 يوم في صدارة الدوري الانجليزي، وده اكتر فريق في التاريخ، في تاريخ الدوري الانجليزي حقق عدد ايام في الصدارة. ولكن هنا نقف عند النفس الطويل، وهنا لا، هنا البيب جوارديولا مع خلق عناصر فعلا بتعمل لنفس طويل جدا، معاه فرقتين ثلاثة يعني عارف ازاي يخلق او يعمل عليهم البريشر الايجابي، ان اللاعب دوت عارف هو بيعمل ايه امتى، ازاي اللاعب ده بينفذ افكاره، وده اللي احنا شفناه. البيب جوارديولا النفس الطويل عارف هو امتى. لو احنا قارنا اخر 10 مباريات للارسنال اخر 10 مباريات للمان سيتي هذا العام بعد الصداره والهيمنه يعني طوال الموسم زي ما حضرتك قلت، هنلاقي هنا 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 نقطه التحول، هنا النفس الطويل، هنا الخبرات، ازاي ان انا استمر، ازاي انا اطلع في اخر نفس. اللي كان بيعملها دايما هو ليفربول، هو ده الفريق الوحيد اللي بينافس في اخر 5-6 سنين مع طبعا المان سيتي. هكلمك كمان على ليفربول، لكن خلينا كمان عندنا فيديو بيعبر عن فرحه السيتي وللفرحه عنوان، وعنوانها المان سيتي. الحقيقه بيب جوارديولا بيثبت حقيقه انه افضل مدير فني في تاريخ الكره
العالمية على ده على مسؤوليتي الشخصية، من أفضل المدربين، خلق شكل جديد لكرة القدم في العالم وبيحقق البريمير ليج للمرة الثالثة على التوالي. في انتظار، كان في لوحة كده لو حضراتكم شفتوها كان مكتوب فيها ده واحد من ثلاثة، يعني one down to go، يعني ناقص كمان بطولتين، وبالتالي بيسعى المان سيتي لتحقيق الثلاثية. بس ده الهدف الأسمى، بطولة أوروبا وكاس الاتحاد طبعا امام المان يونايتد الديربي. وبالنسبه للمان يونايتد احنا بنقول دلوقتي هو حقق اخر ست سنين زي ما احنا عارفين حقق خمس القاب منهم، اللي عملها قبل كده هو المان يونايتد. مان يونايتد ايضا من 98 ل 2000 2002 2003 عمل نفس الانجاز، خمس مرات لقب الدوري من ست اعوام، ثلاث مرات متتالية برضو مان يونايتد، ثلاث مرات متتالية زي ما قالوا الشباب في التقرير ان هو عايز يحط المان سيتي كفريق طبعا مهم، طبعا بيحقق ألقاب إنجازات كبيرة جدا في الدوري الإنجليزي. بيب جوارديولا حضر اللعيبة بشكل كويس جدا، لعب يعني وجد ضالته طبعا مع هالاند. هالاند اللي احنا شفنا هو مترجم الأهداف، 36 هدف كسر كل الارقام القياسيه. وبالمناسبه الاهداف يعني احنا لسه شويه عايزين نقول، لو قلت احصائيه الناس ممكن تستغربها، يعني السنه اللي فاتت العام الماضي المان سيتي قفل الموسم على 99 هدف، احنا النهارده 93 هدف، عارف ان لسه في مباراتين، مان سيتي عايز يكسر العدد، المفروض يكسر الرقم 100. يعني احنا النهارده 93 هدف، 99 هدف العام الماضي، مضيع العام الماضي 65 فرصة محققة، احنا النهارده بوجود هالاند يعني مضيع 67 فرصة محققة، 67 فرصة محققة بوجود هالاند اللي هو 36 هدف. عايزين نقول ان قدامه مباراتين، لعب المباراة بتاع تشيلسي اللي هو مباراة التتويج بروح عالية جدا، ولا كان ان هو راجل حقق اللقب. صحيح. وعايز يكمل المباراتين التانيين، ليه يا كابتن هاني؟ هو واصل عند 88 نقطة، عايز يكسر حاجز ال 90. وعرف في سنه من في 2018 19 طبعا وصل 100 نقطه، هو ده الهدف الاسمى دلوقتي، انا مش عايز اقف عند 88، لا عايز يكسر الحاجز ال 90 نقطه، وده الاهم بالنسبه له اخر مباراتين. عشان كده بنقول اخر مباراتين في الدوري حسم كل حاجه، ولكن لا هنشوف مباراتين ناريتين، هيلعب بنفس الروح، بيجرب لعيبه البدلاء، غير التكتيك. يعني هو بيقول انا الارسنال يعني بالمناسبه لم تهدني البطوله الدوري، انا بتفق معاه، لان هو بيقول انا درست او الارسنال خلاني ادرس التكتيك بشكل مختلف، لما غير طريقه اللعب شفنا من 3 2 4 1 يعني طريقه جديده جدا، وبدا ان هو يستعين لما شفنا بجون ستونز وطبعا رودري الاثنين اللي هم دايما بقينا نشوفهم على منطقه الجزاء بتاعه الفريق صحيح. المنافس ودايما يسحب، شفنا جوندوجان وشفنا طبعا دي بروين دايما بيميلوا معاه، وشفنا سيلفا في اليمين، الراجل بيخترع حاجات جديده، الراجل بيعرف يوظف اللعيب في المكان المناسب، شفنا دايما سيلفا بيلعب في نص الملعب، هذا العام بيلعب براجل جناح يمين مكان محرز في معظم المباريات، يميل له دي بروين الناحيه الثانيه مع جريليتش، يميل له طبعا جندوجان يفتح الملعب للناس القادمين. هو الحقيقه تكتيكيا تقدر تقول ان هو افضل مدرب على مر العصور في التاريخ في التكتيك وفي وضع اللعيبه في بوزيشن، من الصعب جدا اي فرقه انها ممكن تعمل الهاي بريشر او تعمل ضغط عالي على اللاعبين، ويستحق عن جدارة المان سيتي. خلينا عشان نتكلم على البريمير ليج، اكيد كلنا كان عندنا امل، عندنا طيب عندنا مقارنه ماليه بين السيتي والارسنال، وده مهم جدا كمان علشان نعرف المقارنه ديت طبعا على مستوى الارقام او على مستوى المال. طبعا المان سيتي عنده ايرادات 613، ده كله ده بالمليون باوند، الارباح 41، فاتوره الاجور 353، راتب المدرب 22 اللي هو جارديولا، انتدابات او الترانسفير كان 150 مليون، المبيعات 162، طبعا هالاند اغلى لاعب 170 مليون. على الجانب الاخر طبعا الارسنال بالارقام اللي قدام حضراتكم، ويمكن فاتوره طبعا نتكلم على الارباح والخسائر، الارباح اول مره من سنين طويله بنشوف ان في ارباح للمان سيتي ب 41 مليون، وكان دايما الناس بتتكلم ان بيب جوارديولا بيشتري لعيبه كتيره جدا وبيبقى فيه خساره على المستوى المادي للانديه، ولكن المقارنه دي بتبين ان كان في رقم طبعا السكواد العظيم اللي عامله، لكن كان في ارباح ب 41 مليون، والارسنال طبعا الوصيف
بخسارة بتقدر ب 45 مليون باوند. مهم يا باز برضو الإحصائية ديت علشان زي ما بقول لك كان دايما انتقادات على بيب جوارديولا ويقول لك هو بيضغط على الإدارة قوي وممكن بيصرف مليار باوند على اللعيبة وما كانش فيه نتائج، وهذا الضغط أكيد على دوري الأبطال. هو فاز طبعا بالبريمير ليج ثلاث مرات، ولكن تبقى وهنيجي لدوري الأبطال. لكن خلينا نروح لليفربول. ليفربول الحقيقة من بداية سيئة جدا في الدوري الإنجليزي، ولكن آخر 11 أسبوع أو آخر 8 أسابيع فوز على التوالي، ولكن للأسف في المباراة الأخيرة ما قدرش يحقق المركز الرابع اللي بيأهله لدوري الأبطال، وفقد أماله في طبعا اللعب في تشامبيونز ليج العام القادم. شايف ليفربول ازاي في السيزون ده؟ شايف كمان محمد صلاح ازاي مع ليفربول في هذا الموسم؟ وهل ينتقل محمد صلاح لاحد الانديه او يغير زي ما بيقولوا يغير عتبه ويروح الدوري الاسباني على سبيل المثال، ولا رؤيتك ايه لليفربول الشامله الموسم ده؟ يعني مش عايزين نقول ان هو موسم للنسيان، لان مفيش حاجه اسمها كده في الدوري الانجليزي، هو موسم ازاي ان انا اقدر اعد نفسي بشكل كويس. ليفربول هيفضل ليفربول، هيفضل هو الفريق الوحيد اللي يقدر ينافس البيب جوارديولا في الاعوام القادمه. خلينا نقول ان الاخفاقات اللي حصلت كان قريب جدا ان هو يعني يلحق بالتوب فور ويبقى يعني يلحق بالمقعد بالتشامبيونز ليج. للاسف طبعا نقدر نقول ان لسه في منافسه، ولكن من بعيد يعني لسه شويه. اعتقد ممكن لو المان يونايتد او طبعا نيوكاسل خسر احد المباريات او المباراتين الجايين، خلاص ممكن ليفربول بفوزه بالمباراتين المتبقيتين او المباراه، عنده مباراه واحده متبقيه لو فاز فيها، او مان يونايتد طبعا، وده مستحيل ان مان يونايتد او نيوكاسل يخسر المباراتين، حتى نيوكاسل واحد فيهم. اعتقد المان يونايتد محتاج نقطه واحده وخلاص حسمها بشكل كبير. ليفربول بيعد نفسه بشكل جيد. ليفربول في الصفقات اللي طبعا جابها كابتن هاني في الفتره الاخيره في الترانسفير ويندو الماضي بجابكو وطبعا نونيز وكل اللعيبه ديت في العنصر الهجومي، هو عارف هو عايز ايه، عنده مشاكل دفاعيه، عنده مشاكل في نص الملعب، وبدا ان هو يتحرك فيها. واعتقد الترانسفير ماركت الجاي هيبقى ناري لليفربول، خاصه على صعيد المراكز الهامه جدا اللي هو طبعا شفنا طبعا كمان اربع لعيبه ودعوا طبعا طبعا ليفربول في الاسبوع الاخير اخر مباراه ليهم على ملعب الانفيلد. وفيرمينيو الحقيقه الناس تعاطفت جدا مع فيرمينيو لانه قضى تقريبا 8 سنوات كان فيها نجاحات كبيره جدا جدا. هل انت شايف الترانسفير ماركت اللي جاي هيعيد تاني ليفربول على الاقل منافسه السيتي والمانشستر يونايتد؟ بكل تأكيد انا شايف ان ليفربول بيحضر نفسه بشكل كويس. انا عايز ارجع برضو لسؤال محمد صلاح. لا، محمد صلاح على الرغم الاخفاقات لهذا الموسم لليفربول، لا محمد صلاح في حته ثانيه. محمد صلاح هو ايضا هداف الليفربول لهذا العام. محمد صلاح دلوقتي عايزين نبص، لو بصينا في ترتيب اكثر مساهمه تهديفيه لهذا العام في الدوري الانجليزي، رقم ثلاثه هو محمد صلاح بعد طبعا هالاند وبعد هاري كين. محمد صلاح بيجي طبعا ب 19 هدف و11 اسيست، يعني ده رقم كبير ايضا، ومع مع مع احراز طبعا القاب تاريخيه، يعني اكثر هداف تاريخي لليفربول في ملعب الانفيلد، اكثر من احرز اهداف المانيو. عد السنه دي. انت مش ما استغربتش شويه لما طلع الليست الافضل المرشحين لجائزه افضل لاعب في البريمير ليج السنه دي، وكانت خاليه من محمد صلاح، مش موجود فيها نهائي؟ لا، بالنسبه لي ما استغربتش، لان في لعيبه تانية فعلا يعني ظهروا بشكل افضل قد يساعدهم ترتيبهم. هو المان سيتي طبعا، وجود هالاند، وجود دي بروين، وجود لعيبه كبيره جدا. انا ممكن ما كنتش مستغرب شويه، لان وجود ليفربول او المشوار ليفربول هذا العام هو اللي اثر بشكل كبير على سلبي على وجود محمد صلاح في، لكن على المستوى الفردي انت يعني احنا كلنا شايفين انه ادى بشكل اكثر من رائع. يعني صحيح. طب ده ياخدنا للسؤال الاخير لمحمد صلاح، انتقاله من ليفربول، هل محمد صلاح جه الوقت دلوقتي علشان ينتقل لاحد الدوريات الاخرى، الدوري الاسباني، ولا صعب؟ انت شايف الامور صعبه؟ يعني خلاص، يعني انا بتكلم في 31 عام ليفربول بيعد نفسه بشكل كويس جدا. هم في المطبخ عارفين هم رايحين فين مع كلوب،
عارفين هم بيحضروا بشكل عامل ازاي للمواسم القادمه، وانا اعتقد بشكل كبير ان ليفربول قد يتوج الموسم القادم يعني بلقب الدوري الانجليزي او باي من الالقاب، وهينافس بشكل كبير جدا على في الشامبيونز ليج. فعشان كده هيكون مكان دافئ لمحمد صلاح لتوهجه واستمراريته. يعني بنقول هو ما وقعش، هو السنه دي برضو من التوب سكورز، من احسن مساهمه. انت طبعا محمد كمان عندك خبرات في عمليه انتقال اللاعبين، السن بيفرق اكيد مع اللاعب، يعني العمر اللاعب بيفرق مهما كان حتى مستواه ايه، بيفرق في الترانسفير ماركت، في سعر اللعيب، هيلعب في الشامبيونز ليج ولا لا، ده برضو بيأثر فيه. الارقام ديت بتفرق كتير جدا. اللي يمكن فريق الاعداد محضر لنا كمان يعني على مستوى العصور بالنسبه للاعب المصري، اكتر لعيبه كانت انتقلت بمبالغ كبيره على مستوى مصر الى الخارج، نشوفه مع حضرتك. الملاحظ ان الارقام العاليه كلها طبعا في البريمير ليج، هو اللي بيدفع اكتر ارقام على مستوى طبعا الدوريات الاوروبيه الكبرى، والارقام اللي شفناها ديت قد تكون في وقت من الاوقات كانت ارقام كبيره جدا مقارنه بدلوقتي. يعني انتقال ميدو، زيدان، بتتكلم حتى على محمد نني ب 12 مليون. فانت شايف القيمه التسويقيه لمحمد صلاح دلوقتي على المستوى الماركتنج ممكن تخش في كام؟ يعني اعتقد ممكن، يعني هو موجود القيمه التسويقيه اعتقد قد تصل ل 150 او يعني في اقل شويه، اقل 190 ممكن توصل 90 يعني. اوكي، يعني هو محمد صلاح اللي بيساعد زي ما احنا عارفين هو تتويج الفريق اللي بيلعب فيه، طبعا في معادلات كبيره جدا بتشارك في ارتفاع او انخفاض القيمه السوقيه لاي لاعب. ولكن محمد صلاح مع الاحتفاظ بالاداء، نتكلم على الفردي في احراز اهداف واسيست ومساهمات بشكل كبير جدا، بيتبص له طبعا بيلعب، بيبقى ليه ويت عالي في تحديد او أكيد رفع أكيد القيمه السوقيه. لو هو بيتكلم في 90 او 100 مليون يورو، اعتقد ان هو قد يرتفع طبعا، يعني قد يصل ل 120. انا ما اقدرش اقول رقم يعني دقيق، ولكن انا بتكلم في المعادلات او الحاجات اللي هي قد تشارك في رفع او خفض القيمة السوقية لأي لاعب. طيب قبل ما نقفل ملف البريمير ليج، عايز اعرف رأيك في كمان في برايتون. برايتون مقدم موسم أكثر من رائع، وخد مركز انه هيلعب في طبعا مراكز من اللي هيلعبوا في اوروبا على مستوى اعتقد الاوروبا ليج. فرأيك ايه في برايتون الموسم ده؟ طبعا انا عايز اقول بقى مش الارسنال هو اللي اهدى الدوري للمانشستر، هو برايتون اللي اهدى الدوري، هو اللي قدر يوقف ارسنال في مشوار كان صعب جدا، هو من هذه المباراه. صحيح. خساره ارسنال امام برايتون، وديزيربي العامل مشوار رائع طبعا، ماشي على خطى البيب جوارديولا بالمناسبه، يعني هو يعني في تطوير التكتيك والتطورات اللي احنا شايفينها في ارض الملعب والخطط، هو يعني ماشي على ديربي طبعا البيب جوارديولا. ديزيربي عامل فريق قوي جدا، يستحق طبعا وجوده في يعني البطوله من احد يعني نقول الدوري الاوروبي، بعد طبعا غياب او يعني ده اول مره في تاريخه، يعني بعيد تماما عن التحقه باي من الدوريات الاوروبيه الكبرى زي الشامبيونز ليج او الدوري الاوروبي. هو وجوده طبعا في الدوري الاوروبي مع ديزيربي، انا اعتقد العام القادم هيكون واحد من التوب فور في الدوري الانجليزي، ديزيربي مع برايتون. في كلام كبير جدا ان هو قد يلتحق بمدرب لتشيلسي او توتنهام، في منافسه كبيره جدا. حتى في تصريح النهارده كان في سؤال لديزيربي، في كلام على تشيلسي، هو الراجل قال انا موجود مع برايتون ومستمر، عندنا خطه للعام القادم، او يعني ان هو يقدر. وبيني وبينك مفيش دلوقتي مدرب عايز يروح تشيلسي يعني الموضوع صعب جدا في تشيلسي، في تخبط كبير جدا على مستوى الاداره طبعا. تشيلسي اعتقد دلوقتي في المركز ال 11 ولا 12 على مستوى البريمير ليج. طيب نسيب البريمير ليج وعايزين نروح ل كمان دوري اتحسم، وهو الليجا الاسبانيه بحصول برشلونه على الليجا الاسبانيه. ده يعني ايه؟ مش للفريق ولكن لتشافي. تشافي يمكن اللي مر بفتره صعبه جدا مع برشلونه، ولكن ياتي التتويج وفي موسم رائع لفريق برشلونه. طبعا يعني موسم رائع، تتويج مهم جدا لتشافي، بيديله طبعا دافع كبير جدا للمنافسه الاعوام القادمه على البطولات، طبعا المحافظه على اللقب او المنافسه في الشامبيونز ليج. اعتقد كابتن هاني تشافي لازم
محتاج دعم، محتاج تدعيم صفوفه، محتاج طبعا يعني ما يغلطش غلطه ارتيتا وارسنال، لان هو المنافسه عايزه النفس الطويل. الدوري اوكي، ريال مدريد وقع، خدنا الدوري او برشلونه خد الدوري بفارق 14 نقطه، وده انجاز يعتبر طبعا مهم جدا لتشافي في اول يعني موسم ليه، لتتويج ليه كمدرب. لا هو محتاج تدعيم، محتاج ان هو مثابره، محتاج ان هو يخلق، محتاج ميسي يا بس طبعا يعني في كلام كبير جدا، محتاج ميسي ان هو يعني ده تكريما لميسي. لا إن هو يعني خلينا بره عمليه التكريم، هل ميسي بعودته لبرشلونه هيكون اكيد على المستوى الفني ليه تاثير؟ ميسي ليه تاثير فني، لو هو مثلا عنده 50 سنه هيبقى ليه تاثير فني، ولكن على مستوى السبيريت، على مستوى الروح، على مستوى الجرينتا اللي بيتكلموا عليها، ان عوده ميسي لبرشلونه قد تكون دافع اكثر كمان ايجابيه لفريق برشلونه الموسم القادم. طبعا هي دي نقطه التحول زي ما حضرتك قلت، هو ممكن ما يكونش فني فقط، طبعا بيلعب دور كبير جدا في ناحيه الحماسيه، الروح، وجود بطل العالم، وجود اسطوره زي ميسي في فريق مليان شباب، طبعا هياخد بايدهم، وان هم فعلا يبقى دايما في الواجهه في التنافسيه القويه الشرسه. الاعوام القادمه هنشوف تنافسيه شرسه كبيره جدا على صعيد كل الانديه الكبرى زي برشلونه ريال مدريد بالنسبه للدوري الاسباني. مشاكل ريال مدريد ايه السنه دي وخسارتهم الليجا بفارق 14 نقطه عن برشلونه؟ ما بتحصلش كتير هذا الفارق من النقاط، ولكن هل شايف على المستوى الإدارة الفنية أنشيلوتي، على مستوى اللاعبين، عنده كوكبة من اللاعيبة الكبيرة جدا، كانت إيه من وجهة نظرك مشكلة ريال مدريد السنة دي؟ تأخيره في الويندو، في الترانسفير ويندو اللي فات، إن هو ما دعمش صفوف الفريق خاصة من ناحية الدفاعية، ما فيش بديل لكريم بنزيما واضح وصريح، مهاجم قوي شرس. كريم بنزيما وصل 35 36 خلاص يعني في الأبطار الأخيرة. لا المشكلة هنا مشكلة عند أنشيلوتي في تدعيم صفوف الفريق. بالنسبة بقى لطريقة اللعب، خلاص تقريبا بدأت ان هي تحفظ بشكل او باخر. في فرق بتعرف تلعب كويس جدا على أنشيلوتي، بتعرف تكتفه بلغة الكورة كده، خلاص طريقة التحولات السريعة، طريقة السينرجي اللي كانت ما بين، وده اللي عمله خلي بالك مان سيتي امام ريال مدريد، اللي هو قفل له الجزء اللي كان بيلعب عليه. ريال مدريد كان بيلعب على انه متحفظ وبيلعب، خاصه لما بيلعب فرق كبيره، متحفظ شويه دفاعين ويعتمد على الكاونتر اتاك، سرعات فينيسيوس مع بنزيما مع فالفيردي مع المجموعه دي كلها بتاخده لحته ثانيه ويقدر يسجل. بقاء يمكن في بعض التقارير اللي فاتت قالوا ان احتمال كبير جدا ان يرحل انشيلوتي عن ريال مدريد ويكون زين الدين زيدان بديل، او عوده مره ثالثه للريال، ويتجه أنشيلوتي لتدريب المنتخب البرازيلي. عندك صحة التقارير دي ولا كان مجرد رومرز يعني؟ لحد امبارح كان في اجتماع مع بيريز رئيس الريال مع أنشيلوتي، وخلاص طلع القرار ان أنشيلوتي مستمر، تم تجديد الثقة فيه. ولكن لو تم يعني كان في جدية من المنتخب البرازيلي لأنشيلوتي، اعتقد ده هو ده اللي هيغير المسار، يغير مسار باستخدام طبعا زين الدين زيدان، وهو ده المرشح الاول طبعا لقياده ريال مدريد في حاله طبعا لو المنتخب البرازيلي قدم عرض جاد لانشيلوتي لتدريب الفريق. غير كده لا، لحد امبارح طلع تصريح، وهو انشيلوتي طلع قام بتصريح كابتناني وقال انا مستمر وتم تجديد الثقه فيا للموسم القادم ايضا. طيب لو محضرين يا شباب الترتيب للجدول الدوري الاسباني بعد فوز برشلونه، برضو نشوف عشان نشوف أتلتيكو فين، ريال مدريد، ونشوف كمان الفرق اللي هتكون موجودة في الدوري الأوروبي أو في الشامبيونز ليج. برشلونة في الصدارة، أتلتيكو مدريد في المركز الثاني ب 72 نقطة، ريال مدريد في المركز الثالث، ريال سوسيداد في المركز الرابع، فيا ريال في المركز الخامس، ريال بيتيس، أتلتيكو بلباو، وجيرونا في المركز الثامن. طبعا الأوائل الأربعة في الشامبيونز ليج، إشبيليا 9، أوساسونا في 11، رايو فالوكانو في المركز 11، ريال مايوركا 12، كل ده في السيف. لكن قادش، سيلتا فيجو، الميريا لم يتحدد بعد، يعني قادش خلاص بشكل رسمي في الدرجه الثانيه في اسبانيا، ولكن يتبقى كمان اليتشي اسف اسبانيول وبلد الوليد وختافي. الميريرا طبعا نفد، لكن اليتشي بشكل رسمي، اسبانيول وبلد الوليد لسه بعض الامال موجوده مع ختافي. ده كان الدوري الاسباني وفوز برشلونه باللقب، وطبعا كان فوز او يعني كان تايتل او كان
دوري مميز جدا جدا لبرشلونه اللي ظهر فيه بشكل اكثر من رائع، وكان مهم جدا لتشافي ان هو يبدا ببطوله كبيره رغم المشاكل الكثيره اللي قابلته في بدايه الموسم. نروح للدوري الالماني، الدوري الالماني ما زال مشتعل والكراسي الموسيقيه ما بين البايرن ودورتموند من اسابيع طويله طالع نازل، ولكن الامور بقت صعبه جدا دلوقتي على البايرن ياباز بعد خسارته من لايبسك 3-1 وفوز دورتموند، ودورتموند في المركز الاول بفارق نقطتين عن البايرن ويتبقى مباراه وحيده. صحيح، المباراه الوحيده لدورتموند مع ماينز، ماينز مع فاز. ماينز بالمناسبه هو اللي عطل بايرن ميونخ وفاز عليه 3-1. هنا هل ماينز هيفوز على دورتموند ووقف دورتموند ويدي الفرصه مره اخرى ويعوض طبعا او يهدي فرصه لريال سوري لبايرن ميونخ؟ بقول لك حاجه، هنا لو دورتموند ما خدش الدوري السنه دي يبقى استحق ينزل درجه ثانيه، مش طبعا مش يقعد في الدوري، لان ثلاث مرات البايرن بيتعثر وكان فرصه مره واثنين وثلاثه لدورتموند ان هو يعني بلغه الكوره كده يبقى على راس الجدول ويفقد النقاط مع فرق ضعيفه جدا جدا، ولكن المره دي بقى لازم اكيد هيمسك فيها بايديه واسنانه دورتموند. يعني اكيد يعني هو ناس كتيره بتقول لقد هرمنا من هذه اللحظه ان دورتموند رقم واحد ثم بايرن ميونخ. انا عايز اقول حاجه بالمناسبه، الدوري الالماني فعلا هذا العام مختلف تمام. يعني لو قلت لحضرتك في الجوله ال 12 كان متصدر الدوري يونيون برلين، الجوله ال 13 هتلاقي بايرن، الجوله ال 14 يطلع دورتموند، الجوله ال 15 فريق ثاني خالص. مش متعودين على ده في الدوري الالماني خالص. والفرق يعني احنا كنا بنقول ان الفرق ما بين من الاول للسادس هي نقطه نقطتين، يعني ما يعني كان فعلا في تنافسيه شديده جدا الى ان وده المتعارف عليه ياتي في النهايه البايرن بيقلب الطاوله ويجي دورتموند يخش في التنافس، ودلوقتي الفرصه على طبق من ذهب لدورتموند معاه فريق طبعا رائع، هالر اللاعب المهاجم اللي بعد العوده من يعني المرض الصحيح هو اهدى الفوز المباراه الاخيره، طبعا احرز هدفين يا كابتن هاني، وكان هو نقطه التحول لدورتموند. دورتموند عنده فرصه ذهبيه جدا، ماينز فريق طبعا مش سهل، فاز على بايرن ميونخ 3-1، ودلوقتي عندك الفرصه. المباراه القادمه طبعا لبايرن ميونخ مع كولن، ودي خلاص يعني حتى لو فاز الموضوع متوقف على المباراتين في نفس التوقيت. المباراتين في نفس التوقيت، ويكفي دورتموند التعادل اعتقد أو لازم يفوز. لازم يفوز. يعني في حالة فوز دورتموند خلاص رسميا. صحيح. في حالة طبعا التعادل أو عدم وخسارة طبعا البايرن، فطبعا الدورتموند يعني أنت عنده هنا يعني حاجتين، يا إما تعادل وخسارة البايرن، يا إما الفوز طبعا هو بيأهل دورتموند بشكل رسمي. خلاص دي مباراة نهائية للدورتموند، لازم الثلاث نقاط لتحقيق اللقب يعني المنتظر. هيمنة للبايرن ميونخ في اخر 10 سنين، هو البطل الدوري بطل البوندسليجا على طول، احنا عايزين نشوف التنافسيه ديت. ولكن احنا نقف هنا شويه، هيمنه البايرن ميونخ على الدوري الالماني اخر 10 سنين هو اللي اثر على الكره الالمانيه بشكل عام. يعني لو بصينا هذا العام كل الفرق الالمانيه خرجت من الشامبيونز ليج، حتى البايرن ميونخ. هنرجع نتكلم على القرار واقاله ناجلسمان وايه الاسباب وهنتكلم فيها، طبعا هي احد الاسباب، ولكن عايز اتكلم بصوره عامة ان هيمنة البايرن ميونخ هو اثر بشكل كبير جدا على الكرة الالمانية، وده اللي شفناه في اخر اثنين كاس عالم واخر بطولة لاوروبا بعيد تماما المنتخب الالماني. كابتن هاني، وجود التنافسية اللي شفناها هذا العام مع وجود تنافس كبير من دورتموند قد يعيد الكرة الالمانية ويعكس بشكل ده باز، لكن زي ما شفنا كده مقارنة ما بين بطل الدوري المان سيتي ووصيفه الارسنال، تعالوا نشوف مقارنة مالية ما بين اول يعني لسه مش البطل ما بين بايرن ودورتموند. البايرن طبعا الايرادات 654 مقابل ايرادات دورتموند 375 مليون يورو، ايرادات البث للبايرن 207 مليون، لبروسيا دورتموند 145 مليون، الايرادات التجاريه العلامات التجاريه لبايرن ميونخ 378 مليون يورو مقابل 174 لدورتموند، الاجور في بايرن 300 تقريبا 350 مليون يورو، اما في دورتموند الاجور 230، ارباح البايرن ب 9 مليون وخساره لبروسيا دورتموند ب 91 مليون يورو، الراتب المدير الفني طبعا 10 مليون، في على الجانب الاخر بروسيا دورتموند هو مليون واحد بس. الانتدابات او الانتقالات الترانسفير للبايرن
وده رقم كبير هناقشك فيه باز، لان البايرن ما كانش متعود على هذا الرقم، 145 مليون يورو مقابل 104 لبروسيا دورتموند. طبعا جمال موسيالا الترانسفير ماركت بتاعه او القيمه التسويقيه ليه ب 110 مليون يورو، ده الاغلى في بايرن ميونخ. وطبعا بلينغهام اللاعب الانجليزي اللي بيلعب في دورتموند القيمه التسويقيه 120 مليون يورو. زي ما انت بتقول يا باز ان يعني سيطره البايرن على الدوري الالماني بدات الناس تمل شويه وتقول الدوري الالماني دوري ممل ومحسوم للبايرن، لكن ظهر السنه دي بعض الفرق. يا ريت كمان تجيب لنا ترتيب ايهاب عشان نتكلم على بعض الفرق اللي كان ليها ادوار كثيره زي يونيون برلين. نشوف الترتيب طبعا لغايه دلوقتي لما تحسم البطوله بعد ناقص اسبوع او مباراه واحده لكل فريق. دورتموند في الصداره، البايرن المركز الثاني، لايبسيج، يونيون برلين اللي هنتكلم عليه يا باز، فرايبورج بيحقق برضه موسم اكتر من رائع، باير ليفركوزن يلي فولسبورج، وبعديه انتراكت فرانكفورت الواجهه الجديده لعمر مرموش، ماينز فريق مميز جدا في المركز التاسع، كولون العاشر، جلادباخ في المركز ال11، فيردا بريمن في المركز ال12، هوفنهايم يلي اوكسبورج، شتوتغارت، بوخم طبعا شتوتغارت وبوخم، وكمان شالكه وهيرتا برلين. دي الانديه هيرتا برلين يعني خلاص رسميا في السفايتا بوندسليغا او البوندسليغا 2، لكن شالكه كمان من الفرق الكبيره اللي بتعاني هذا السيزون. كان مين مفاجاه بالنسبه لك يا باز الموسم ده في الدوري الالماني؟ يونيون برلين مش عايز اقول مفاجاه، لان يونيون برلين في لو بصينا مقارنات بالمواسم الماضيه يا كابتن هاني، لا الكيرف بيطلع معاه، يعني الموسم الماضي انها الموسم على المركز السادس او السابع، السنه دي بينافس بشكل كبير وموجود في التوب فور، وزي ما قلنا ان هو في بعض احيان الجولات اثناء الموسم كان بيتصدر الدوري البوندسليغا. مش عايز اقول ان هو مفاجاه، ولكن المفاجاه ان هو يخش ويزاحم التوب فور. يعني هو يعني المفاجاه بالنسبه لي ليفركوزن، يعني بايرن ليفركوزن طبعا تشافي الونسو والشغل الكبير، يعني انا بشبهه دايما ببرايتون مع ديزيربي في الدوري الانجليزي، هنا برضو تشافي الونسو مع ليفركوزن. ليفركوزن اعتقد كان في مباراه قبل النهائي في روما، بالظبط في الدوري، خسر تقريبا 1-0 بالعافيه، صحيح خسر يعني في سيمي فاينال من روما، روما دلوقتي صعدت في النهائي وعمل، هو ده الفريق الوحيد الالماني اللي كان بينافس في يعني في الدوريات الاوروبيه الكبرى او يعني في طبعا مقاعد اوروبا، مقاعد اوروبا هو الوحيد. انا اعتقد تشافي الونسو مع هو ده الانتقاله زي برايتون في الدوري الانجليزي، ده اللي هنشوفه العام القادم، وده اللي هيكون المفاجاه اللي فعلا يزاحم التوب فور، يزاحم بايرن ميونخ، يزاحم دورتموند، حتى يزاحم فولسبورغ. فولسبورغ المفاجاه ان هو رجع، يعني ده برضو مفاجاه من اينتراخت فرانكفورت، ده مفاجاه بالنسبه لي ان هو يرجع ويخرج من التوب فور بعد ما شفناه هو بطل الدوري الاوروبي. كانت واجهه سليمه لعمر مرموش فرانكفورت، ولا كنت بتفضل ان عمر يخرج من اطار البوندسليغا ويروح مثلا الدوري الانجليزي كخطوه اولى؟ وهل فريق فرانكفورت فريق مناسب ل يعني الانطلاقه جديده لعمر مرموش؟ والله كنت في محادثه مع المدير الرياضي لاينتراخت فرانكفورت، اتكلمنا على عمر مرموش، يعني انقل برضو صوته الصحفي او الفني، اتكلمنا عمر مرموش لسه محتاج شغل كبير جدا من الناحيه البدنيه والذهنيه والفنيه لانتقاله للدوري الانجليزي، يعني هم شايفين ان هو لسه مش فت او مناسب بشكل كبير جدا للعب في الدوري الانجليزي، وده دليل انا اعتقد صحه كلامه ان ما شفناش عروض كبيره او تنافسيه او عروض جاده من الفرق في الدوري الانجليزي لعمر مرموش، فكانت افضل وجهه ليه ان هو يتجه لاينتراخت فرانكفورت، خاصه ان اينتراخت فرانكفورت كان في حاجه للمركز عمر مرموش، لهذا المركز، وشافوا ان عمر مرموش هو من افضل اللاعبين خاصه في سنه او عمره، يعني لسه سنه صغير، ان هو يقدر فعلا يملى المركز او يساعدهم في المركز ده كابتن هاني في مع اينتراخت فرانكفورت. عمر مرموش اعتقد هو ده الانتقال، يعني هو فعلا لو ركز مع اينتراخت فرانكفورت، فريق طبعا يمتلك قاعده جمهوريه شرسه، وزي ما قلنا يعني من اهم الفرق الالمانيه اللي بتنافس على في الدوريات الاوروبيه طبعا. هو خلي بالك خرج من شتوتغارت، وشتوتغارت بيعاني دلوقتي، شتوتغارت قريب جدا من النزول للبوندسليغا 2، وبالتالي كان مهم جدا، لكن كان في بعض الضغوط من شتوتغارت ان هو يجدد التعاقد، ولكن كان اعاره كابتن، كان اعاره من فولسبورغ، كان اعاره سنه،
ورجع تاني فولسبورج. هو الفكرة ان هو فعلا كان وجوده في فولسبورج او مع طبعا أينتراخت فرانكفورت كان دافئ لعمر مرموش، قد او قدم يعني بعض النصائح ان هو فعلا محتاج يحسن من نفسه، يحسن من بعض النقاط، لان دي فيدباك احنا سمعناها وقريناها واتكلمنا مع الناس المسؤولين الفنيين في المانيا فعلا شايفين عمر مرموش بهذه الطريقه. عمر مرموش طبعا لا، هذا لا يقلل من قدر عمر مرموش وقيمته الفنيه، لعيب طبعا لعيب كويس وصغير، عايز توصل للدوري الانجليزي لاهم الفرق، ستيج تاني شويه، هو لسه بعيد. صحيح، وده اللي احنا عايزين نوصله. عمر مرموش اعتقد الفرصه لما زالت موجوده، لسه صغير في السن، العام القادم في الدوري الالماني هيكون اشرس واشرس من هذا العام، فرصه ان هو يظهر ويبقى. طيب بس قدامنا 5 دقايق عشان نتكلم على تشامبيونز ليج والنهائي الحلم ما بين الانتر وما بين المان سيتي. هاخدك الخطوة قبليها، مباراة المان سيتي أمام ريال مدريد، وهاخدك مع الإنتر أمام الميلان. شفت قبل النهائي ده إزاي؟ وتوقعاتك للمباراة النهائية إيه؟ يعني توقعاتي بكل تأكيد مان سيتي. مان سيتي خلاص. لا تأمن شر الإنتر. لا أنا لا أأمن أي خداع تكتيكي لبيب جوارديولا. يعني أنا صحيح. أثق فيه بشكل كبير جدا، لأنه عارف هو بيعمل إيه، يعني عارف مفاتيح اللعب بتاع الفرق المنافسة، وعارف هو بيقفل إمتى من ناحية الفنية. وحضرتك قلت أنت تثق على مسؤوليتك الشخصية إن هو من أفضل المدربين، مفيش بدون جدال يعني طبعا، وأخذ من كلامك وأقول لا، أنا أثق في قدراته التكتيكية إن هو هيلعب قدام الإنتر بشكل مختلف، لأنه حافظ الطريقة الإيطالية أو طريقة الإنتر، خلاص مش جديدة عليه. الناس في تطور في بص، هو برضه خلي بالك في ناس متخوفه شويه، لان بيب عنده في النهايات يعني عنده ذكريات سيئه جدا، بيبقى متفوق بشكل كبير وبيعمل تريكه بتخسره، كلنا فاكرين مباراه تشيلسي، لكن اعتقادي ان هو خلاص اتعلم الدرس، وبالنسبه له هذا النهائي يعني هو حلمه الاول والاخير الحصول على هذه الكاس. صحيح، الحلم المنتظر لبيب جوارديولا مع المان سيتي. هو طلع في تصريحاته الاخيره كابتن هاني، وقال يا جماعه ما تقلقوش، انا مش هجيب افكار، انا عندي افكار ان انا اقدر اتنفذها، ولكن ليست الافكار مش هالف خلاص، يعني اطمئنوا. هو عارف هو بيعمل ايه لهذا العام. يعني بمناسبه تشيلسي يا كابتن، هو قبل تشيلسي 4 مرات الموسم ده فاز عليهم، فاز 4 مرات بعد الهزيمه، يعني خلاص تشيلسي خلاص اي حد بيكسبه دلوقتي يعني. بالظبط، هو عارف هو امتى بيتصرف بشكل تكتيكي، عنده مفاتيح لعب، عنده طرق، عنده افكار مختلفه، وعارف امتى يطبقها، ومعاه العوامل او الادوات اللي تقدر تطبق دوت. والاداء اللي ما تقدرش تطبق ده ما بنشوفوش تاني، بيقعد على الدكه خلاص. صحيح. يعني الحماس الموجود اللي هو خلقه، شفنا لما دي بروين بيزعق على الخط مع بيب جوارديولا، وقال لك لا انا شفته، انتوا ما شفتوهوش اثناء التدريبات، وهو ده اللي انا عايزه، وانا عايز يبقى في حماس كده وفي ما بيننا كلام ومشادات. ولكن كنت متوقع النتيجه دي، بس 4-0 امام الريال، كنت توقعت هذه النتيجه؟ لا يعني ما فيش حد يقدر يتوقع 4-0 نتيجه قاسيه على ريال مدريد. يعني انا توقعت ان ريال مدريد يعني بعد 2-0 في الشوط الاولاني، وشفت عدد التمريرات 14 مقابل 145 للمان سيتي، كان مقارنات بالنسبه للتمريرات الحاجات اللي أيوة. والاستحواذه يا كابتن هاني فاق جدا في 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 لا هو شوط كبير. هو شوط يعني شوط مش هتكرر تاني. المان سيتي عمل شوط الاولاني امام ريال مدريد زي ما انت بتقول اكتر من 400 باص مقابل يمكن 20 باص، فما كانش الريال متواجد، لكن النتيجه كانت كبيره جدا على الريال. طب المباراه الثانيه الميلان والانتر، هل المباراه دي حسمت اوريدي في المباراه الاولى وخساره الميلان 2-0؟ هي دي الطريقه الايطاليه، واللي يقول ان هي تطورت تطورت من الناحيه الهجوميه كابتن هاني، ولا شفنا الانتر خلص المباراه في مباراه الذهاب وانتهى تماما، وقدر ان هو يقفل في مباراه العوده، وده اللي اتعلمه وشايفه بيب جوارديولا، ان هو فعلا هيقدر ان هو يحقق الفوز على الانتر بالطريقه المثلى. يعني هو عارف ازاي هيخلص على الانتر سواء في مباراه الذهاب، او انا اعتقد ان مباراه الذهاب هتكون خلصانه. طبعا كلنا منتظرين النهائي الحلم، في طبعا في اسطنبول في تركيا مباراه الشامبيونز ليج النهائي ما بين المان سيتي وانتر ميلان الايطالي، هتكون مباراه طبعا للتاريخ، وان شاء الله باذن الله يعني كمان بنتمنى التوفيق. قبل ما انهي مع حلقتنا النهارده، بنشكر طبعا ضيفنا محمد باز، اشكرك شكرا جزيلا يا محمد. شكرا يا كابتن هاني، وكل التوفيق طبعا للنادي الاهلي ان شاء الله في الفاينل. ان شاء الله كل التوفيق لفرقتنا النادي الاهلي في الدوري،
الفاينل هنتكلم عليه لما يجي وقته، لكن عندنا ثلاث مباريات ان شاء الله بدايه من بكره، مباراه امام انبي. كل التوفيق للنادي الاهلي في كل مبارياته ان شاء الله الفتره اللي جايه. الشكر متواصل لحضراتكم. دي كانت نهايه حلقتنا في المحترف. اشوف حضراتكم الاسبوع اللي جاي، يوم جديد وحلقه جديده من المحترف.